السلام عليكم ورحمة الله. منذ 9 شهور اشتعلت المواجهة على جبهة لبنان في مشهد لم تعشه الجبهة منذ حوالي 2 عقدين من الزمان. حزب الله أكد من اللحظة الأولى أنها جبهة مساندة ستنتهي بانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. دولة الاحتلال اعتبرته تجاوزاً لقواعد الاشتباك التي رسختها آخر مواجهة مع لبنان. حصيلة المواجهة قتلى وجرحى ودمار وحرائق وهجرة للسكان على جانبي الحدود. التصعيد المتواصل وضع الجبهة على حافة الهاوية وسط تحذيرات من انزلاقها نحو مواجهة شاملة وتوقعات الكثيرين أن يصل صداها للمنطقة والإقليم. مخاوف دفعت لتحرك أممي ودولي من أجل احتواء الحرب قبل وقوعها، وأرسلت الولايات المتحدة مبعوثها إلى بيروت وتل أبيب محملاً بدعوات التهدئة وتأكيدات وقوفها لجانب إسرائيل إذا احتدمت المواجهة. لم ينجح الوسطاء حتى اللحظة باحتواء التصعيد، وما زاد من مخاوف الانزلاق للحرب صور بثها حزب الله لمواقع عسكرية وسكنية واستراتيجية إسرائيلية التقطتها طائرة الهدهد إيرانية الصنع. خرق دفع بحكومة نتنياهو لدق طبول الحرب، وأسرع بعض قادة الاحتلال للدعوة لحرب لإنهاء حزب الله وحرق بيروت. فهل تندلع الحرب؟ وهل ستبقى بحدودها الجغرافية؟ أم أنها ستشعل الإقليم في ظل تهديدات حلفاء حزب الله بالدخول للمعركة مقابل تسريبات عن استعداد دول عربية من حلفاء إسرائيل للدخول في المواجهة أيضاً؟ ونتساءل أيضاً، هل ستنجر واشنطن إلى تلك المواجهة إذا رفعت طهران من سقف تدخلها في المعركة المحتملة؟ تساؤلات يبحث لبنان ودول الإقليم عن إجابات لها، وينقسم الخبراء حولها. فهل تندلع الحرب أم يتم احتواؤها؟ أهلاً بكم في أنت الحكم، نفتح نافذة لأصواتكم واختلافاتكم حول قضايا سياسية متعددة. صوتكم يصنع الحدث وأنتم الحكم. ونبدأ بتعليقاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي والتي اخترنا منها. أحمد يرجح حدوث الحرب بين لبنان ودولة الاحتلال، ويقول في التغريدة: الحرب على لبنان وحزب الله قادمة لا محالة، سفراء الدول يغادرون لبنان. سفيان السامرائي يرى أن نتنياهو حسب المعركة بشكل صحيح وسيحقق انتصارا على حزب الله، ويقول: حسبها صح نتنياهو، كل أعدائه حساباتهم خاطئة بعد انقلاب جانتس الداخلي الفاشل. دخلنا الانتخابات الأمريكية وسيغلق ملف غزة ليفتح ملف لبنان، بينما أمريكا مشغولة بأشرس صراع داخلي في تاريخها منذ تأسيسها. لذلك الحرب على لبنان والعمليات ستتصاعد تدريجيا نحو العمق. كريم الحسيني يرجح أن تشتعل حرب إقليمية، ويقول في التغريدة: القيادات العسكرية الإسرائيلية تصادق على خطط الحرب مع حزب الله ساعات أو أيام، ونكون على وقع حرب إقليمية جديدة ساحتها ليست لبنان وإسرائيل فحسب، بل ستمتد نيرانها إلى دول كثيرة في المنطقة. مغرد باسم أستاذ جامعي يرجح الحرب على لبنان، ويقول: الحرب على لبنان قريبة، كلما نرى سفراء الناتو يغادرون بلد ما نعلم أن هناك حرب قادمة. حسبنا الله ونعم الوكيل على محور الشر أمريكا إسرائيل وحلفاؤهم. أما دعد ينتقد مواقف حزب الله وتصعيده، ويقول: نحن أكيد مع الوقوف ضد عدوان العدو الصهيوني على فلسطين واحتلالها غدرا بمساعدة دولية وصمت عربي، وضد العدوان على لبنان، ولكن أن يستفرد السيد حسن نصر الله والحزب بقرار الحرب والسلم ويلغي سيادة الدولة وقرار الشعب فإن هذا مرفوض تماما، ولكنه ارتهن لدولة خارجية لا يهمها إلا السيطرة على جميع دول المنطقة حسب تعبيره. أما خليل نصر الله فلا يستبعد اشتعال حرب إقليمية إذا هب الاحتلال لتنفيذ هجوم على لبنان، ويقول في تغريدته: إذا توجهت إسرائيل نحو تنفيذ موجة غارات قاسية تشبه الأرض المحروقة على جنوب لبنان، فسوف تسير الأمور بسرعة نحو حرب شاملة، ومسألة تنفيذ توغل إسرائيلي في الجنوب اللبناني سيؤدي لحرب إقليمية. أما رامي نجم فلا يستبعد الحرب، ويحذر الدول التي ستدعم إسرائيل في عدوانها على لبنان، ويقول:
رغم صداقاتنا مع جميع الدول المجاورة، لكن أي دولة أيا كانت ستقوم بدعم إسرائيل في أي حرب محتملة على لبنان وشعبه وأراضيه ستعتبر دولة حليفة لإسرائيل، ويجب التعامل معها على أنها دولة معادية. أنس الشيخ، مظهر يستبعد الحرب لأن إيران ستقايض إسرائيل والغرب بامتلاكها السلاح النووي، ويضيف في التغريدة: قد تدفع إيران حزب الله لتهدئة الوضع مع إسرائيل وحتى الانسحاب إلى الليطاني كي تفسح لنفسها المجال للإنتاج أو لإنتاج السلاح النووي، ما يعني نهاية إسرائيل. ولأن إسرائيل تعي هذه الحقيقة، لذلك يبدو أن الأمور ذاهبة إلى حرب شاملة ليس على حدود لبنان فقط، وإنما مع إيران أيضاً، لكن بعد مجيء ترامب. عبق ترجح أن تتواصل المناوشات بين حزب الله وإسرائيل، وتقول: إسرائيل لن تشن حرباً على لبنان، سوف تتعجب من كلامي، معكم الحق. ولحين رؤيتي للموضوع غير الإعلامي، فإسرائيل معدومة داخلياً ومهزومة بحربها على غزة. النازحون الإسرائيليون بالداخل، قوة الجبهة الشمالية للمقاومة، فقط ستكون مناوشات مثل ما تفعل الآن، لا أكثر ولا أقل. أهلاً بكم. قبل الترحيب بضيوفي، أذكر بسؤال الذي طرحناه على موقعنا في فيسبوك لاستطلاع آرائكم: فيديو الهدهد، هل يمنع أم يعجل الحرب على لبنان؟ 56% قالوا إن ذلك سيمنع الحرب، أما 44% فقالوا إنه سيعجلها. أرحب بضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد حيدر، ومن رام الله الكاتب والباحث السياسي أستاذ سليمان بشارات. وأبدأ معك أستاذ سليمان، كيف تنظر لهذه النسبة المتقاربة من الوسط؟ لماذا لا يبدو أي من الفريقين اللذين استطلعنا آراءهم يميل إلى أن هناك حربا شاملة ستندلع بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، تحياتي لك ولضيفك وللسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. لأن موضوعة الحرب وموضوعة الميدان وموضوعة السياسة هي ليست في الأبيض أو الأسود، هناك مقاربات يمكن الحديث عنها في كل محطة وفي كل قضية من القضايا المطروحة. وعندما نتحدث نحن الآن في هذه الفترة الزمنية والتاريخية التي تمر بها المنطقة بشكل أساس ما بعد 7 أكتوبر، هي حملت وستحمل ربما كثير من المتغيرات التي لا يمكن الجزم بها بشكل واضح، لأن هناك الكثير من المتغيرات سواء الداخلية الإقليمية أو الدولية التي قد تؤثر عليها، وهذا واضح جدا أنه أيضا ينعكس على رأي الجمهور وقراءاتهم وتحليلاتهم. يعني ما هي أبرز تلك المتغيرات؟ يعني في هذه الحلقة وبسؤال هذه الحلقة ركزنا على متغير الأيام الماضية، تلك الصور عالية الدقة لمواقع أمنية واستراتيجية وعسكرية إسرائيلية عادت بها طائرة الدرون الهدهد الإيرانية المملوكة لحزب الله. إلى أي مدى ستردع الاحتلال الإسرائيلي عن خوض أي حرب ضد حزب لديه كل هذه الإمكانات الاستخباراتية والعسكرية؟ نعم، ليس تقليلا من قدرة المقاومة بأدرعها وبمعادلاتها وبارتباطاتها وامتدادها في المعادلة الإقليمية بشكل كامل، ولكن أيضا في ذات الوقت لا يمكن القول أنه بمجرد بث صور هكذا يمكن أن تشكل هي المعادلة الأساسية لعملية الردع. كما قلنا، هناك الكثير من المدخلات لأي قضية يمكن الحكم عليها والحديث عنها، وفي نهاية المطاف لا يمكن الحديث عن شيء ثابت، وإنما هناك شيء متغير هو مرتبط أولا في المصالح السياسية، مرتبط أيضا بالارتباطات السياسية سواء الإقليمية أو الدولية، وأيضا مرتبط بطبيعة المصالح الاقتصادية، وليس أقل من ذلك أيضا مرتبط بطبيعة التحالفات التي بدأت تتشكل ما بعد 7 أكتوبر. هذه المحطة التاريخية ستولد معادلات جديدة في المنطقة، ربما عناوين هذه المعادلات يختلف عما عليه كان بالسابق، ولكنه في ذات الإطار هو سيأخذ بعين الاعتبار أيضا موضوعة القوى العسكرية، موضوعة أيضا المصالح السياسية، وموضوعة العلاقات الدولية. كل هذه القضايا باعتقادي بحد ذاتها لا يمكن أن نقول أنها هي من يشكل المعادلة. طيب الآن أستاذ سليمان، إذا أردنا أن نترجم ما تفضلت به وهو كلام مهم،
على أرض الواقع، يعني ما هو المتغير الأكبر الأبرز الذي من وجهة نظرك تخشاه إسرائيل إذا ما شنت حربا على لبنان؟ نعم، واضح جدا أنه في ظل العقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حتى هذه اللحظة يمكن المقامرة والمغامرة، وبالتالي الحسابات المادية، دعني أقول وأسميها بهذا، الحسابات المادية وحسابات الربح والخسارة لا تعني شيئا لإسرائيل من حيث أعداد القتلى وأعداد الجرحى وحتى الموضوع الاقتصادية، وإنما سيكون ربما القضية هي في موضوع ما أطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي وما أطلق عليه بنيامين نتنياهو الحرب الوجودية. هذا هو العنوان الذي ربما الآن يجمع الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيليين بشكل كامل، أنهم يقودون كما يقولون الحرب الوجودية أو حرب الانبعاث الثاني، هذه ربما المرتكز الأساس. لهذا السبب عندما كنا نتحدث من أن الخسائر البشرية في الجيش الإسرائيلي كانت في لحظات معينة هي تشكل ناقوس خطر داخل المجتمع الإسرائيلي، الآن استطاع أو ربما يعيش الاحتلال الإسرائيلي تحت صدمة 7 أكتوبر وما بعد ذلك، وبالتالي هو مستعد ربما لتلقي أو ربما للتعاطي مع أثمان تدفع هنا أو هناك. لكن في نهاية المطاف الإشكال الأكبر والتحدي الأكبر باعتقادي حتى هذه اللحظة إسرائيليا هو مرتبط في القدرة على الحفاظ على الدعم الدولي ممثلا بالولايات المتحدة. طيب، إذا وليس قدرة وإمكانات حزب الله العسكرية. دكتور محمد، ما رأيك؟ إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الصور التي عرضتها طائرة الهدهد، وهي التي يعني نقلت من خلال دقة عالية مواقع إسرائيلية حساسة، إلى أي مدى فعلا هناك مبالغة باعتبار أن هذا متغير جديد في حسابات الردع بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي؟ الجميل في قصة الهدهد أنها قصة قرآنية بالأداة، والهدهد يأتي بنبأ يقين، وبالتالي ماذا يقرر صاحب الهدهد من هذا النبأ أصبح واضح. يعني المسألة هو ليس ما أتى به هذا الهدهد، القرار الذي سيتم اتخاذه على ضوء ما أفرج عنه حزب الله من هذه الأشرطة الدقيقة وعالية الجودة، الذي يعني بمفهوم آخر أن هذه الأهداف واضحة ومعروفة وإحداثياتها بالمعنى العسكري، يعني إذا كان بخصوص إصابتها من قبل المدفعية أو الصواريخ، أصلت هذه مسألة سهلة جدا. السؤال هو هذه المرحلة هل هو يعني تغيير تكتيكي أو تغيير استراتيجي؟ الاحتلال الإسرائيلي سارع وقال بأن هذه الصور ربما تكون من طائرات الدرون أطلقت من الداخل وربما بيعت لحزب الله أو جواسيس يعملون لصالح حزب الله، وليس طائرة عبرت الحدود من الجنوب إلى الشمال. هلا بغض النظر عن التقنية التي تم الحصول عليها، ولكن هذه التقنية حية كانت وكانت تتحرك فيها السيارات، يعني مش من جوجل يلي أنا بقدر أفتحه وأنت بتقدر أفتحه أي محطة بتقدر تفتحه، لا، هو تصوير حي في تاريخ معين، وكان التاريخ قريب جداً، وهناك شاهدنا السيارات وشاهدنا أمواج البحر وشاهدنا بعض السفن التي تمشي، فبالتالي هذه الصور هي صور حية منذ فترة قليلة من الزمن، يعني الجو صافي، ليس هناك غيوم، ليس هناك أي طبعاً، وليس دفاعاً عن رواية الاحتلال، ولكن لتثبيت حقيقة قوة فعلاً هذا المتغير الجديد في معادلة المعركة. الاحتلال يقول أنه دولة الإسرائيل الاحتلال دولة مفتوحة، ويعني حتى أي إنسان يستطيع يطير درون ويصور مثل هذه الصور وبعدين يبيعها لحزب الله، هذا ما يقولونه، كيف ترد؟ سيدي شوف، أنا لا يمكن أن أتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي لأنه شخص يقول كذا وشخص يقول كذا، أنا إذا أردت أن أحلل الموقف وأحلل الموقف من المواقع الاستراتيجية ومن كلام القيادات التي هي معنية بالتكتيك والاستراتيجية واللوجستيات، أنا لا يمكن أن أعتمد على قول أو قولين مع احترامي لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه خلفية وهذا تفاعل، أنا أريد مصدر القرار لكي أعطيك أنا نظرة ماذا يمكن أن يحدث
إذا اشتعلت الحرب. السيناريو الأول هو أن يكون هناك تصعيد تكتيكي. ما يعني هذا الكلام؟ التصعيد التكتيكي هو أن تبقى القواعد على ما هي عليه، ولكن يمكن أن يتغير نوعية السلاح، وبالتالي هو التصعيد في التقنية وليس تغيير في الاستراتيجية ككل. يعني تقنيات وأدوات وأساليب تصبح جديدة، وأنواع من الأسلحة يمكن أن تتبع حسب القواعد الموجودة. لكن إذا كانت المسألة، وهنا بيت القصيد، وهنا كان خطاب يعني الأمين العام، أنه إذا أرادت إسرائيل أو اتخذت قرار، شوف إذا اتخذت قرار بشن الحرب على لبنان، ها بشن الحرب على لبنان، فأن ليس هناك قواعد يمكن أن تتبع في هذه الحرب إطلاقا، وستكون تبعاتها سيئة جدا على الكيان. إذا بتقلي ليش بده يكون سيء، أنا راح أعطيك مثال، وأنا طبعا قمت ببعض الأبحاث في مناطق الشمال، يعني في شمال فلسطين. أرجو أن تركز على هذه الصورة لو سمح. هذه صورة الكثافة السكانية في شمال فلسطين. يعني من منطقة أشدود، يعني ما بعد تل أبيب إلى حدود الناقورة شمالا في فلسطين، هذه تحتوي على أكثر من 75% من عدد سكان الكيان الصهيوني. أنا ما عم بحكي عن الكيان الموجود، مش عم بحكي عن الضفة الغربية، مش عم بحكي عن غزة، أنا بحكي من الناقورة حتى أشدود، يعني ما بعد تل أبيب، هناك أكثر من 65% من السكان في مسافة 120 كيلومتر. تذكر أن هذه الكثافة السكانية سوف تستهدف بأسلحة نوعية لم تستخدم من قبل، يعني لن يكون هناك مجال للتصعيد من سلاح إلى سلاح إلى سلاح بالتقنية بالعام 2006. يجب أن نتذكر بالعام 2006 الحرب على لبنان 32 يوم، اليوم الحرب على غزة 9 أشهر، ولا يستطيع الكيان في حوالي 200 كيلومتر مربع، يعني ما بين أو أقل 120، لم يستطع أن ينهي هذه المعركة. الحدود الجنوبية مع لبنان هي حوالي 80 كيلومتر، وفي بعض المواقع 120 كيلومتر بالعرض عم بحكي أنا. هذه جبهة مفتوحة، وهذه الجبهة المفتوحة خلال 8 أشهر الماضية استلمت أسلحة نوعية غير عادية. طيب، وهذا حتى الاحتلال يعترف به. ابقى معي دكتور محمد، ابقى معي دكتور محمد. الاحتلال يعترف بأن حزب الله لديه ترسانة صاروخية بمئات الآلاف، والاحتلال الإسرائيلي كما ذكر دكتور محمد الكثافة السكانية هي فعلا في الجزء الشمالي من فلسطين. وأضيف ذلك أيضا معظم محطات الكهرباء موجودة في الجزء الشمالي من فلسطين، وهي كلها مكشوفة لصواريخ حزب الله. فكل ذلك ألا يردع فعلا بنيامين نتنياهو عن مغامرة خوض حرب ضد حزب الله وليس حساباته الداخلية؟ يعني سبحان الله، يمكن أن يكون أسمع يعني الإجابة من أستاذ سليمان. تفضل أستاذ سليمان. تفضل أستاذ سليمان. نعم أستاذ جمال، يعني ما تفضل به ضيفك الكريم ممتاز ورائع جدا وجميل، وهو توصيف دقيق. ولكن دعني أربط معادلة الردع، وهذه ربما أحد القضايا المهمة، هي ليست مرتبطة بحدث معين أو بسلاح أو بتكتيك معين. معادلة الردع هي ربما تراكمية، وأيضا ربما لها امتدادات، ولها امتدادات أيضا في ذلك الإطار. بمعنى آخر، أن عملية الإسناد التي قامت بها يعني المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحتى الآن، وكذلك الأمر في البحر الأحمر، وكذلك الأمر في العراق واستهداف القواعد الأمريكية، هذه قضية مهمة، وهي ثبتت ربما قواعد وثبتت خطوط وثبتت معادلة اشتباك جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تكن لتكون لولا يعني 7 أكتوبر وما بعد ذلك. وهذه ربما نقطة مهمة وجوهرية. لكن هل المعادلة ستبقى حد؟ بمعنى آخر، أن هل الاحتلال الإسرائيلي سيتخذ قراره بالذهاب أو عدم الذهاب إلى الحرب بناء على هذه القواعد فقط، أم أن الأمر سيتعدى ذلك؟ أنا باعتقادي الأمر سيتعدى ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو ليس وليد هذه المواجهة فقط، وإنما سيكون له حساباته السياسية وحساباته وارتداداته الاستراتيجية على مكانة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط أولا، وثانيا في العلاقة البنيوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وثالثا في مكانة وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على لعب دور
إقليمي ودولي في منطقة الشرق الأوسط، وهي التي الآن ربما باتت تعاني من خلخلة المعادلة ذات الطرف الواحد وقدرتها على التحكم بالمعادلة الدولية. لهذا السبب، وهنا ربما يعني أعيد هذه الخيارات والقراءات إلى طبيعة ما جرى ويجري خلال الفترة الماضية. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقدم نفسها على أنها وسيط في التعاطي والتعامل مع عدم السماح لاشتعال الجبهة مع الشمال ولمحاولة إنهاء الحرب في قطاع غزة، كون الأمر هو يرتبط الآن في موضوع قرب الانتخابات الأمريكية والمعركة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الأمر في حد ذاته هو أيضا يرتبط في الطرف الآخر مع قضية عقدية، قضية استراتيجية تبنى على منح الاحتلال الإسرائيلي تفوقا عسكريا وتفوقا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لا يمكن أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم الاحتلال الإسرائيلي إن كان هناك خيار الذهاب إلى حرب مفتوحة. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية تعرف إمكانيات حزب الله؟ هل هي تعرف إمكانيات إيران؟ هل حتى الاحتلال الإسرائيلي فوجئ بهذه الإمكانات التكنولوجية المتقدمة من خلال الصور التي عادت بها درون الهدهد؟ نعم صحيح، وهذه ربما بعضا من التكتيكات الحديثة والتي هي استطاعت المقاومة الفلسطينية أيضا في 7 أكتوبر أن تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي وأن تفاجئ الولايات المتحدة الأمريكية. وإسرائيل عندما ذهبت في الحرب على قطاع غزة هي اعتقدت وقدمت للولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب لا يمكن أن تتعدى 2 إلى 3 شهور، ونحن الآن نتحدث عن الشهر 9 على التوالي من هذه الحرب. لكن الأمر المقابل في ذلك، هل يمكن للاحتلال الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية أن تسلم بهذه المعادلة دون الدخول بها ودون خوضها أو محاولة ربما تفكيك هذه القدرات؟ هنا هذا السؤال باعتقادي المهم. لهذا السبب لا يمكن أن نقلل من قدرة وأهمية المقاومة، وفي ذات الوقت لا يمكن أن نقلل من أن العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لن يسلم بالمعادلة الجديدة دون أن يكون هناك ربما الذهاب إلى محاولة الخوض في محاولة تقليل القدرات، أو على الأقل تقدير محاولة لجم أو تحجيم القدرات لدى المقاومة. ودكتور محمد حيدر، لا ننسى أنه في الشهر الأول للعدوان على قطاع غزة أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات إيزنهاور إلى البحر المتوسط ليس بعيد عن لبنان في رسالة بأنها جاهزة لضرب لبنان والتدخل مع الاحتلال الإسرائيلي. فلماذا يعني نضخم مسألة الردع؟ الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت القوة العسكرية والتكنولوجية الأكبر في العالم، والاحتلال الإسرائيلي لديه شيك على بياض لاستلام كل أنواع الأسلحة رغم الدعاية التي تحدث عنها نتنياهو وأحرج فيها بايدن. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاحتلال الإسرائيلي بحرب على المدنيين العزل في قطاع غزة وعلى حزب الله الذي إمكاناته العسكرية بالتأكيد أقل من إمكانات حماس، إمكانياتها في غزة العسكرية أقل من حزب الله، فهل تتوقع أن أمريكا لن تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على حزب الله ولبنان؟ طيب أستاذ جمال، أول شيء بدي نبه لشغلة واحدة مهمة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تملك التفوق التكنولوجي في الحروب. هذه قاعدة ثابتة، وأعطيك دليل لذلك. أول شيء ليست هي الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النوعية ولا الأسلحة النووية ولا القدرات العسكرية الجديدة. لو استكانت على هذا المستوى من الأداء والكفاءة لكانت ساعدت أوكرانيا لإنهاء الحرب ضد بوتين. هذا واحد. 2، لو كانت فعلا الولايات المتحدة بهذه القدرة، أنا منذ حوالي 2 تقريبا وكان هناك لقاء على أحد المحطات أنه هل فعلا أمريكا لا زالت قوية عسكريا وماليا، وكان المسألة الحوار على الدولار، والمسألة ليست الدولار، المسألة هو هناك كانت مقالة في نيويورك تايمز أنا أعتقد وتقول أنه لو انطلق صاروخ من بكين باتجاه واشنطن وبنفس الوقت انطلق صاروخ من واشنطن باتجاه بكين، وهذا موجود ومسجل وموثق، لو وصل الصاروخ الصيني إلى واشنطن ربع ساعة قبل الصاروخ الأمريكي ما يصل إلى بكين. هذا كلام منذ 2، والقدرة التكنولوجية التي تستخدم في هذا الصاروخ ما تسمى بقدرة السفاير، يعني الزفير بمعنى الحجر الكريم من الزفاير. هذا أحكي أنا بحكيك فيه من حوالي 2،
الصين لا تكشف عن أسلحتها ولا تكشف عن قدراتها ولا تكشف عن قوتها. القدرات التي الآن موجودة في قواعد الحرب هي انتهت، يعني قواعد الحرب. ولكن مع ذلك دكتور محمد ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، ما زالت الدولة الأولى عالميا بإنتاج الرقائق. الصين لديها ورطة كبيرة الآن بإنتاج الرقائق، عندما حوصر هواوي الشركة كادت أن تفلس. سيدي العزيز، أنا لا أنكر القدرات التكنولوجية الموجودة عند أمريكا، ولكن ليست البلد الوحيد التي يملك الذي يملك هذه التكنولوجيا بكل بساطة. أعطيك أنا مثل على ما استطاعت إيران في المرحلة الأخيرة أن تحصل عليه خلال أقل من 10 ساعات، ويمكن أن تحدثت معك ومع آخرين. ثلاث موجات من الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه فلسطين أو الكيان المحتل كانت لأهداف تكنولوجية وأهداف استراتيجية أرادتها إيران من هذا، وليس فقط الهجوم. الدفعة الأولى من الطائرات استطاعت أن تكشف كل الدفاعات الجوية الموجودة على الأرض وكل الرادارات الموجودة بالدرونز البطيء يلي كانت الناس تضحك عليه وأنه 8 ساعات و10 ساعات. هذا كان مقصود أن يذهب لكي يكشف هذا. الصواريخ الثانية، الدفعة الثانية، وهذا كلام من ناس خبراء عسكريين دار الحديث بين معي ومعهم. الدفعة الثانية كشفت جميع القبب الحديدية الموجودة، القبب الدفاع ما تسمى بالقبة الحديدية في كل الشرق الأوسط من حدود طهران إلى آخر فلسطين. الدفعة الأخيرة وكانت هي 8 صواريخ، 4 منها نزل في الجولان ودمر القاعدة الاستخباراتية ولا يتكلم عنه الكيان الصهيوني، والصواريخ الأربعة نزلت قرب ديمونة. صحيح. طيب، المعلومات الموجودة عند المقاومة وعند المقاومة الفلسطينية وعند المقاومة الإسلامية في لبنان وفي العراق وفي اليمن هي بعض نتائجها من هذه الهجمة التي حدثت. طيب، إذا واضح جدا أستاذ سليمان، هناك ردع، يعني ما جرى كما يتحدث الدكتور محمد حيدر. شمال، اسمح لي شوي بسرعة، تفضل. ستظهر نتائج عسكرية مهم جدا، وهناك مفاجآت عسكرية جدا لا يمكن أن يتوقعها الشارع العربي والشارع الغربي. لذلك الولايات المتحدة مثل ماذا؟ يعني مفاجأة مثل ماذا؟ من يعني أي مؤشرات؟ الولايات المتحدة الأمريكية حريصة جدا أن لا تتورط إسرائيل بمعركة مع لبنان، لأنها تعرف أن هذه بداية النهاية للكيان، وهذه ستكون مفاجأة كبرى. وأي دولة، وحتى قبرص، عندما كان هناك معلومات استخباراتية أن هناك تجهيزات معدة حاليا إذا خرجت مطارات الكيان الصهيوني من العمل، قبرص كانت مستعدة. ولكن طيب سأعود لك يعني حتى ما نطول على أستاذ سليمان، هذه الإمكانات العسكرية المتطورة لحزب الله ولإيران التي أعلنت أنها ستدخل، وأيضا كل الفصائل المقاومة والداعمة لحزب الله في المنطقة ستدخل في هذه المعركة إذا ما شنها الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك ألا يخيف ليس فقط إسرائيل بل سيخيف أمريكا المشغولة بعد أشهر في انتخابات رئاسية؟ سيد العزيز، شوف أستاذ سليمان، نسمع من أستاذ سليمان، تفضل أستاذ سليمان. ضيف، تفضل. تماما، قد يحدث ذلك حالة من التخوف لدى الكيان الإسرائيلي ولدى الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الدوليين والغربيين، ولكنه في ذات الإطار قد يشكل حافزا للتعجيل في المواجهة حتى يتم كشف مدى هذه القدرات من جانب ومحاولة تقليص هذه القدرات من جانب. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي أخي جمال، أنا هنا لا أبرر للاحتلال ولا أجمل بصورة الاحتلال ولا أقدم الاحتلال على أنه هو. لا، إحنا نتكلم بشكل موضوعي، هل هناك حرب قادمة وهل ستنتشر للمنطقة وما يوجد، هل سيردع الاحتلال عنها أم لا؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي الآن، معادلة المواجهة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين قوى المقاومة هي لا تقوم فقط على موضوعة القوة، هي موضوعة أيضا موضوعة الأيديولوجيا. الاحتلال الإسرائيلي الذي الآن هو ينغرس في موضوعة الاتجاه اليميني المتطرف والأيديولوجيا اليمينية المتطرفة، هذه واحدة من القضايا التي قد تحفز أمام إمكانية المواجهة دون أن يكون لديه حسابات أخرى في موضوعة حجم الخسارة. وهذا هو جزء من النقاش الذي دار على مدار 8 أو 9 شهور من عمر هذه الحرب.
إسرائيل في يوم من الأيام لم تكن على استعداد أن تقدم أثمان بأعداد الجنود وبالخسائر الذي قدم في الحرب على قطاع غزة، لكنها اليوم بنيامين نتنياهو في خطابه الأيديولوجي، في خطابه اليميني، في خطابه التوراتي، في الصدمة التي وضع المجتمع الإسرائيلي فيها، استطاع أن يقنع المجتمع الإسرائيلي على استمرارية دعم الحرب للوصول إلى هذا المدى الزمني. وبالتالي يمكن أن يكون هناك نوع من المغامرة هنا، لا نتحدث نحن عن الاحتلال الإسرائيلي هو قادر على القسم، لكنه قد يذهب إلى المغامرة والمقصرة، وقد يدرك في لحظة معينة أنه خسر كل شيء، ولكن ذلك الأمر قد لا يمنعه أيضا من الذهاب. وبالتالي أن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي لن يذهب إلى حرب مفتوحة أو إلى مواجهة مفتوحة أو إلى إشعال جبهات أخرى، باعتقادي هذا الأمر هو نوع من عدم القدرة على التحليل أو على الواقعية في التحليل. هذه النقطة. النقطة الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت هي تفرض المعادلات على الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحتلال الإسرائيلي هو من يفرض المعادلات على الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة بايدن الآن هي لا يمكن لها أن تخرج عن الإطار الذي يفرضه بنيامين نتنياهو. كلنا يعلم ويتابع كيف أن خطاب بنيامين نتنياهو اليوم هو بات يخشاه البيت الأبيض وبات تخشاه إدارة بايدن. الذي صدر منذ يومين باللغة الإنجليزية من بنيامين نتنياهو أحدث إرباكا بالنسبة لإدارة بايدن، وخشي أن يكون ذلك هو ضمن لعبة الانتخابات الأمريكية المقبلة. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن موضوع ربما هي مختلفة في العقلية، والاحتلال الإسرائيلي قد ينطلق منها فعليا للذهاب إلى حرب أخرى وفتح جبهة أخرى. هل سيحسمها الاحتلال الإسرائيلي؟ قد لا يحسمها الاحتلال الإسرائيلي، وقد يحسم بشكل كبير جدا، لكن هذا الأمر لا يمكن أن نقلل من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يذهب إلى فتح جبهات أخرى مدفوعا بأهداف ذاتية، بأهداف شخصية، نعم، بأهداف أيديولوجية، ومحاولة الذهاب بشكل أو بآخر مثل هذه الجبهة. دكتور محمد حيدر، أحد المغردين سفيان السامرائي يقول نتنياهو حسبها صح وحسابات أعدائه كانت خاطئة، الانتخابات الأمريكية دخلنا بها، سيغلق ملف غزة ليفتح ملف لبنان، بينما أمريكا مشغولة بأشرى الصراع داخلي في تاريخها. كل ذلك وما ذكره الأستاذ بشارات حول الأهداف الشخصية لبنيامين نتنياهو، يعني من كان يتوقع أصلا أن تطول حرب غزة كل هذه الشهور؟ حرب غزة حتى الآن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق الأهداف التي كان يدعيها، الإفراج عن أسرى وتدمير حماس، لم يتحقق ذلك، فما الذي سيمنعه من مغامرة أخرى في لبنان يجر إليها الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كان هناك خسائر محدودة، لكنه بالمقابل ربما سيكشف عن نوع سلاح حزب الله؟ شوف، نحن اليوم في العام 2024 بينما الحرب التي كانت تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وتقودها على المنطقة كانت يعني منذ حرب العراق إلى اليوم إلى الحرب إلى 2006، هذه الفترة، تلك الفترتين مختلفتين كليا. بعد العام 2006 اختلفت قواعد الاشتباك في العالم كله وقواعد الاشتباك في الحروب البرية بشكل عام، لم يعد وخاصة الكيان الإسرائيلي الآن وجود هذه الجدران حوله وفي حدوده، أول شيء هذا مؤشر أنه القوات البرية لا تستطيع أن تدخل بكل بساطة، لأن هذه الجدران هي عائق للتدخل أو للدخول إلى منطقة أو حتى للرجوع. ومن قال أنه سيدخل بريا؟ هو لديه طائرات متطورة، طائرات F-35، يعني كل شيء فيه قطع التي لا يستطيع حتى أحدث الرادارات رصدها. خليك معي حب حب، معناته كل القطع العسكرية البرية أو الألوية من دبابات ومن مصفحات ومن آليات وغيرها غيرها إلى آخره، في وجود هذه الجدران لا نفع لها وهي لا تسوي شيء في الحرب. نعم، عندك في القطع المدفعية، وهذا لن يدخل في هذه القطع المدفعية إلا المدفعية 155 مليمتر لأنه هي مدفعية بديعة بعيدة المدى، ولكن الحروب لا تخاض بحرب مدفعية، الحروب تخاض بكل أشكال أنواع الحروب والتكتيكات والاستراتيجيات والجغرافيا. إذن الجغرافيا ممنوعة. شوف، هذا جزء من الحلم الإسرائيلي منع، أنه الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الوصول إلى مناطق برية حتى في غزة التي مساحتها قليلة، 9 أشهر هذا أكبر جيش أو يا ما يعد نفسه أكبر جيش لم يستطع ينهي المشي الحرب في غزة
على هذه المساحة. طيب، يبقى الطيران الإسرائيلي وتبع القدرة الصاروخية. نعم، في تفوق للطيران الإسرائيلي، ولكن الطيران أيضا له قدرات محدودة ولا يستطيع الصعود دائما، ومطاراته ستكون الهدف الأول إضافة إلى البنية التحتية التي يمكن أن تساعد هذه المطارات على العمل بشكل. طيب، ولكنك أغفلت الدرون، الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي وصلت إلى لبنان واغتالت قيادات لحزب الله، أليس ذلك عامل مهم جدا في المعركة؟ جرب من قبل 32 يوم اللي كانت الحرب فيها ب 32، قلت لك هي المدى فيها 18 عاما، تمام؟ 18 عام من 2006 ل 2024، 18 سنة، 18 سنة من التجهيزات والتكتيكات والحروب والاستراتيجيات والتدريبات والقيادات و إلى آخره، وأنواع حديثة من الأسلحة، إضافة إلى ما وصل إلى لبنان في الأشهر التسعة الماضية، يحتم أن وقوع المعركة هذه إذا كانت فعلا ستقوم فليست الخسارة فقط على الكيان الصهيوني، بل على كل من يدعم الكيان الصهيوني وهو يعرف هذه النتائج. لذلك الأمريكي جاء إلى لبنان أكثر من ست مرات في بعثات دولية لكي يهدئ من المنطقة، والجواب كان واضح من المقاومة: لا تهدئة، لا وقوف لهذه الحرب بدعم الأخوة الفلسطينيين إلا بوقف الحرب في غزة، ونقطة على السطر. يلي بده يساعد، نحن مستعدين نساعد. هؤلاء لا يخافون على استشهاد قياداتهم. شوف، أبناء هنية استشهدوا في المعركة، وابن السيد حسن نصر الله كما استشهد في المعركة. شوف، الخوف ليس على الأشخاص، القضية موجودة، القضية عادت إلى القمة. العالم استيقظ الآن على عدالة القضية الفلسطينية. إذا اندلعت، يمكن أن تكون شاملة. أستاذ بشارات كان لافتا أن يهدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس قبرص إذا ما تدخلت لصالح الاحتلال الإسرائيلي. إذا لم يكن لديه إمكانات لتصل قبرص ما كان ليقول هذا الكلام، أليس كذلك؟ إذا ألا يخيف الاحتلال الإسرائيلي أيضا أن تتوسع هذه المعركة وأن تدخل فيها أطراف ستمنع الاحتلال الإسرائيلي مثل قبرص والولايات المتحدة الأمريكية؟ شوف، التحذير لقبرص، نسمع الأستاذ بشارات، تفضل أستاذ بشارات. التحذير لقبرص كان من باب الحيطة أن لا تخطئ قبرص حساباتها مع لبنان. نسمع الرد من أستاذ بشارات. عفوا أستاذ سليمان، تفضل أستاذ سليمان. لا، ولهذا السبب أنا عندما تحدثت في بداية المداخلة أن معادلة والمعادلات التي تجري الآن هي لها امتدادات تختلف عن الامتدادات التقليدية، وهذه ربما واحدة من القراءات المهمة التي قدمتها المقاومة الإسلامية في لبنان وخطاب السيد حسن نصر الله عندما يتحدث عن الأطراف الأخرى. هنا تبدأ المعادلة ربما لها امتداداتها وارتداداتها، ويمكن أن يكون لها تأثيرات، لكن حجم وطبيعة هذه التأثيرات هي أيضا ربما تبقى محدودة. لماذا نقول ذلك؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها من القواعد العسكرية الممتدة، ليس فقط في قبرص وإنما هي ممتدة في كثير من المناطق، بما فيها مناطق الشرق الأوسط والمناطق العربية والإقليمية، التي يمكن في لحظة معينة أن تمنح وتفسح المجال أيضا للطيران الإسرائيلي إن ما أراد الإغارة على أهداف للمقاومة هنا أو هناك والتعاطي والتعامل معها. الميناء العائم الذي استحضرته الولايات المتحدة الأمريكية على شواطئ بحر غزة وكان عنوانه الأساسي هو الشق الإنساني والمساعدات الإنسانية، معركة أنصيرات وعملية إجلاء أو إخلاء أو يعني إطلاق سراح الأسرى أو العملية الخاصة التي أطلقتها أطلق الجيش الإسرائيلي، أظهرت أن هذا الميناء أو جزء منه أو في محيطه كان هو جزءا من هذه العملية، وبالتالي ربما يكون هناك نوعا ما استخدام لمقدرات عسكرية ليس فقط لإسرائيل أو لبعض الأطراف، وإنما قد تكون للولايات المتحدة الأمريكية أو لدول أخرى. فرنسا لديها من القواعد العسكرية أيضا في منطقة البحر المتوسط وربما قريبة من منطقة لبنان، قد تعطيها ضوءا أخضر في هذا الاستخدام، وكذلك الأمر بريطانيا وكذلك الأمر الكثير من الدول. وبالتالي أنا باعتقادي هذه المعادلات مهمة جدا أن تكون حاضرة، ومهمة جدا أيضا أن المقاومة بمعادلاتها المختلفة وامتدادها المختلف من الفلسطينية إلى الإسلامية في لبنان إلى العراقية إلى اليمن، أن باتت تدرك أن الأمر هو بات يتعدى مفهوم الحدود التقليدية
في التعاطي وأن المعادلة ولكن هذا المفهوم ألا يمكن أن يستخدم لمنع حزب الله من توسيع هذه الحرب؟ وأقصد هنا ارتباط حزب الله بإيران، إذا ما اندلعت الحرب وتوسعت فإن إيران أيضا ستدخل فيها. لذلك أستاذ بشارات، ألا تعتقد أن إيران يمكن هي التي تتدخل لتحجيم هذه الحرب وعدم انتشارها؟ لهذا السبب أنا توقعي والسيناريو الذي كنت يعني أقرأه وأتحدث عنه حتى ما قبل الوصول إلى هذه الفترة الزمنية، أنه إن ذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح جبهة مع الشمال أو مع الحدود اللبنانية ومع المقاومة اللبنانية، باعتقادي الأمر لن ينزلق إلى طبيعة مواجهة شاملة، وإنما أن يوصل الاحتلال الإسرائيلي الرسائل بمعنى محاولة تقليل قدرات أو محاولة التأثير أو على الأقل تقدير إيصال رسائل حتى تكون حاضرة في أي علاقة أو معادلة مستقبلية، سواء المعادلات السياسية التي يمكن الحديث عنها ما بعد توقف هذه الحرب في قطاع غزة وارتباطاتها أو فيما يتعلق. طيب ما هم 9 أشهر وما يرسل الرسائل مع بعض، يعني أي رسالة؟ ما نوع الرسالة الأخرى التي ستحدث ولم نراها حتى الآن؟ نعم، قد تكون على غرار الرد والرد المقابل الذي جرى ما بين طهران وما بين الاحتلال الإسرائيلي عندما في أعقاب عملية دمشق. عملية الرد التي جرت من طهران كان واضح جدا أنها هي شملت رسائل وكانت مضبوطة في وقتها وتوقيتها وفي زمانها ومحدوديتها، والرد الاحتلال الإسرائيلي أو موقف الاحتلال الإسرائيلي كان في ذات الإطار، وبالتالي بنيت معادلة، وهذه المعادلة أرست قواعدها على نطاق معين أو على نقاط معينة وبقيت كذلك، وربما قد يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى ذات المعادلة مع الحدود الشمالية بالتعاطي والتعامل مع معادلة جديدة، ومن ثم يتم الذهاب بعد ذلك إلى أي مسارات سياسية أو دبلوماسية. ما رأيك دكتور محمد؟ يعني بمعنى آخر ربما تكون حرب متدحرجة، رسائل متبادلة، يصعد حزب الله فيصعد الاحتلال الإسرائيلي، يستخدم حزب الله سلاحا جديدا، ربما عندها الاحتلال الإسرائيلي سيستخدم أيضا أسلحة لم يستخدمها قبل في جنوب لبنان. لا استخدم كل هالأسلحة من قبل، ولكن كانت بنوعية مختلفة، كانت من زمان ما تسمى بقنابل النابالم، الآن يستخدم اليورانيوم المخصب. هذه المسألة مش هون، نحن ما عندنا مشكلة أنه والله استخدم هلأ يورانيوم مخصب وحرق بعد حقل زراعي وحقل، هناك أغلى من هذه الحقول الزراعية هي الأرض والأرواح، هذا المهم جدا بهذه المسألة. الأرواح الحمد لله هناك قدرات، يعني هناك من يريد مرضاة الله بهذا العمل، والأرض ثمنها هو هذا. إذن ما هو ذلك الحد الذي سيستخدمه حزب الله لفتح المعركة بشكل شامل؟ ما هو، ما طبيعته، أين يقف؟ سيد العزيز، شوف، لن يكون حزب الله هو من يريد يعني يفتح المعركة، ولكن إذا أراد الكيان الصهيوني فعلا وهو يجهز لهذا الأمر ستكون بشروط المقاومة، والمقاومة ليست فقط في لبنان، المقاومة في فلسطين، المقاومة في كل المناطق التي تعد هي محور المقاومة، ستكون بحساباتها هي وبتوقيتها هي وبقدراتها هي هذه المقاومة. إذا بقول لك هلا مثلا أنا بس أطروحة صغيرة، يمكن دخول الجولان على الدراجات النارية خلال 45 دقيقة، هل تعرف هذا الكلام؟ كيف؟ ومن 5 اتجاهات، ويتم قطع الطريق البري الذي يأتي من صوب نهر الأردن يلي هو بيجي من جهة إربد، يعني من جهة وهو طريق وحيد فقط، وهناك طريق آخر شقه الكيان الصهيوني في الأراضي اللبنانية المحتلة، ولكن هذا سيلغي جزء كبير من القدرات العسكرية، وبالتالي ليس لديه قدرة في حماية هذه الأرض المحتلة وقواعده الموجودة هناك إلا بالطيران وإنزال مظليين، وهذا الأمر لن يحدث لأن سيكون هناك أكثر من 5000 جندي موجود جاهز لهذه السيطرة، وأنا أعتقد أن المعركة الأساسية تكون هناك قبل الشمال الفلسطيني. الشمال الفلسطيني هو زي بتقول تحصيل حاصل، ويمكن السيطرة عليه عسكريا من المواقع العالية في منطقة المطلي، وهي عسكريا حوالي يعني مرتفع كبير جدا، بنسميه احنا بالعربي شير، يعني جبل عالي وهناك منخفض، وبالتالي هذا السيطرة عليه حاصلة
بدون أي حتى سقوط عسكري كما يقال، لأن الأرض اللبنانية مرتفعة وبالتالي هذه السيطرة عليها منتهية جدا. إذا استطاع أو إذا يستطيع الآن الكيان الصهيوني بجر جيشه وسحب 5 ألوية من غزة ومن مناطق أخرى إلى الشمال اللبناني فليتفضل، لا يستطيع، لأن هذه نصف هذه القدرات هي قدرات قتالية أرضية ولا حاجة لها ولا يمكنه عبور لبنان. يعني هي الصواريخ المجنحة والمجهزة بكاميرات أثبتت بأنها تصل في عمق الكيان الصهيوني. يعني أنت ناطر هذه الدبابات لتوصل؟ هو طيب. بوادي الحجير كان هناك مجزرة ل 12 دبابة خلال 4 ساعات. إذا طبيعة الأرض ستكون لصالح حزب الله. أستاذ سليمان بشارات. لا لا لا، لحظة، مش لصالح حزب الله. نعم. لصالح المقاومة في كل البلدان العربية ولصالح طيب. القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. ولكن عسكريا نحن نتحدث أستاذ سليمان بشارات أن طبيعة الجنوب اللبناني وشمال فلسطين الجبلية المكشوفة سهلة الرصد ستجعل أي دخول لآليات الاحتلال الإسرائيلي برأي العين ضمن مدى نيران حزب الله. كل ذلك ألا يدفع الاحتلال الإسرائيلي للتفكير 1000 مرة من خوض حرب شاملة على لبنان؟ لا، ممكن يخطئ. أستاذ سليمان بشارات تسمعنا أنت؟ لا. السؤال أستاذ سليمان بشارات تفضل. طيب أنا أقول لك رأيي بالمسألة هاي. تفضل. ممكن. لا لا، سأعود لك دكتور حيدر. تفضل استاذ بشارات. انا كنت استمع يعني لمداخله ضيفك الكريم الدكتور محمد، وهو يعني تحدث في جزئيات كثيره، وربما هو مطلع اكثر مني من الناحيه الجغرافيه على الحدود الشماليه مع الاحتلال الاسرائيلي. ولكن دعني اعود الى قضيه ربما مهمه جدا، وهي عدم التفكير التقليدي في اي مواجهه محتمله مستقبليه. بمعنى اخر، وهذه المعادله هي ايضا رسمت في 7 أكتوبر، كلنا كنا نحلل ونتحدث عن أي مواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي ضمن القضايا التقليدية التي كانت تحدث في السنوات السابقة. نعم. جاءت 7 أكتوبر كسرت جميع هذه المعادلات. وبالتالي إن أرادت المقاومة الإسلامية في لبنان أن تذهب إلى مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وتستخدم ذات العقلية وذات المنهجية وذات التكتيك، فهذا الأمر لن يحدث فارقة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كذلك الأمر سيكون متحضراً ليس فقط للرؤية التقليدية وللطرح التقليدي، وإنما سيكون خارج الإطار التقليدي. هذه نقطة مهمة، وبالتالي هنا يذهب عنصر الجغرافيا الطبيعية ضمن العناصر الطبيعية التي لا يمكن المراهنة عليها في أي لحظة أو في أي مواجهة مستقبلية. ولكن ربما يكون هناك كيفية تحويل الجغرافيا الطبيعية إلى جغرافيا غير طبيعية وغير تقليدية في المواجهة، وهذا الأمر ربما هو كما قلت يعني حدث في 7 أكتوبر وقد يحدث ربما في الحدود الشمالية. نحن لا 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 غير مطلعين على تفكير المقاومة الإسلامية وكيف هي منهجيتها ورؤيتها. لهذا السبب واضح جدا أنه إن أرادت المقاومة أن تكون هي في خضم معركة وتضع نقاطا وأسسا لأي مواجهة مستقبلية، هي ربما ستذهب إلى تغيير قواعد المواجهة وقواعد اللعبة، وربما القواعد الأولى لأي انطلاقة مواجهة إن ذهبت بشكل مباشر وبشكل تقليدي فإن ذلك لن يحدث فارقا ولن يضيف شيئا على المعادلة الموجودة حاليا. ولهذا السبب باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي ما يخشى حتى هذه اللحظة أن يكون هناك نوعا من إعادة تركيبة الجغرافيا وتكتيك المقاومة الإسلامية لاستخدامها بخارج الإطار التقليدي، وهذا ربما ما يجعل طيب. الاحتلال في ختام هذه الحلقة أستاذ سليمان، إذا حصرنا كل العوامل اللي تفضلت فيها منذ البداية حتى الآن، هل ترجح أن تندلع الحرب أم لا؟ الإشكال في هذا الأمر كما قلت هو في نهاية المطاف لا يمكن الحديث عن نعم أو لا، ولكن هناك ربما معايير وهناك مقاييس. حتى هذه اللحظة التركيبة الإسرائيلية الداخلية الأيديولوجية والسياسية وموضوع الهيمنة والسيطرة من قبل اليمين المتطرف وموضوع الضعف الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا وحاجتها إلى إسرائيل واللوب الصهيوني ودعمه، ربما يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يذهب إلى مغامرة قد تكون محدودة وقد تكون غير محدودة في التعاطي وفي فتح جبهة مع الحدود الشمالية. دكتور محمد، ما تقديرك في ختام هذه الحلقة؟ فقط أضيف إلى هذه النقطة، قبل ساعات يدور النقاش الآن في الإعلام العبري ويتم الحديث عن التحضير إلى أن الحكومة الإسرائيلية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإصدار بيان الحديث فيه عن انتهاء
او القضاء على على كتائب القسام والمقاومه العسكريه في قطاع غزه. هذا الاعلان هو يعطي غير واقعي وغير حقيقي، ولكنه قد يمهد الى محاوله تهيئه المجتمع الاسرائيلي الداخلي الى امكانيه الذهاب الى مواجهه اخرى والى جبهه اخرى. ونضيف لذلك دكتور محمد ان الاحتلال الاسرائيلي اعلن ان قياداته العسكريه وضعت كل الخطط للهجوم على لبنان. ما تقديرك في ختام هذه الحلقه؟ سيدي، السؤال اللي يجب ان يطرح فعلا حاليا، هل يمكن ان يخطئ السياسيون في قرار ويمكن ان يكون هذا القرار مميت لهذه الدوله؟ نعم بكل بساطة، وأعطيك مثل على ذلك. الخروج من الاتحاد الأوروبي في دولة تعد من أكبر الدول يعني بالتاريخ العريق السياسي في بريطانيا، كان قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي قرار خاطئ ومميت لبريطانيا. هذا مثل بسيط وحي جدا. طيب، كيف ينسحب على الوضع في لبنان والشمال فلسطين؟ نعم، نتنياهو يخطئ وهو يحاول أن يكون شمشون، ولكن شمشون دمر الهيكل على رأسه. هذا الهيكل سوف يدمر على رأس شمشوم وكل. إذن أنت ترجح أيضا أن يكون هناك حرب شاملة ومن يدعمه في الداخل وفي الخارج وفي الجوار. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد حيدر، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، ومن رام الله الكاتب والباحث السياسي أستاذ سليمان بشارات، كما الشكر لكم أعزائي المشاهدين. ختام الساعة الأولى من أنت الحكم، في الساعة الثانية سنعود ونفتح الخطوط لكم لتكونوا أنتم الحكم على السؤال الذي طرحناه على موقعنا في فيسبوك وخلال الساعة الأولى من حلقتنا، بعد الصور التي عرضتها طائرة الدرون الهدهد الإيرانية الصنع التي أطلقها حزب الله نحو شمال فلسطين، وعودة هذه الطائرة بمعلومات قيمة عن مواقع عسكرية واستراتيجية حساسة. إلى أي مدى سيردع ذلك الاحتلال الإسرائيلي عن خوض معركة ضد حزب الله وضد لبنان؟ هل سيكون ذلك رادعا أم لا؟ وفي المقابل ما أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي من اكتمال الخطط العسكرية للهجوم على لبنان، كل ذلك هل هو لتخويف حزب الله أم أن فعلا الحرب قادمة لا محالة؟ نلقاكم على رأس الساعة، في أمان الله.